ألقت الأوضاع الصعبة التي كان يعانيها المواطن اليمني بسبب الظلم والاستبداد الإمامي، فزاد الفقر حدة وزاد الجوع شدة، وفتك المرض بغالبية أبناء الشعب، فكانت الجنائز تمر قوافل لتزور المقابر بشكل يومي. وزادت الأوضاع سوءا في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي بسبب جور حكم الإمام أحمد وتزايد الصراع مع الثوار، الأمر الذي ألقى بظلاله الموحشة على شخصية العميد يحيى المتوكل وزملائه، وأثر فيهم وساهم في توجيه أفكارهم للسعي الحثيث للتخلص من الظلم والكهنوت الإمامي الجاثم على صدر الوطن اليمني. وزاد من هذا التوجه التقاؤه بكوكبة من رموز العمل النضالي إثر التحاقه بكلية الطيران. هذه الفترة وهي فترة كلية الطيران كانت هي الفترة التي فتحت مداركنا لماذا نحن نعيش هكذا وماذا يجب أن يكون. فكانت هي مرحلة بدأنا فيها مرحلة الدخول في السياسة. يحيى كان ملتقى كل المتطلعين إلى فجر جديد، وكان من الناس النشيطين في هذا المضمار. كان طموحا وطنيا أكثر ما يكون طموحا شيئا آخر. عشنا فترة 58 59 60 61 تقريبا في كلية الطيران، وفي آخر 61 انتقلنا أيضا مع بعض إلى الكلية الحربية. وطبعا قصة طويلة بالنسبة لكلية الطيران لأنه ما تمش، وكنت أنا وياه في فصيل واحد في الطيران، وكنا بدأنا فعلا مرحلة التدريب على الطيران، لكن عودة الإمام من روما كانت هي التي قطعت علينا الطموح الذي كنا نأمل أن نحصل إليه. فطبعا ألغيت كلية الطيران وطردوا الخبراء، وكان فيها مدربين مصريين وروس أيضا وطردوا، وكانت الكلية شبه مغلقة. جاءت الفرصة الأخيرة، الفرصة الأولى عندما انتقل وزملاء كثير إلى كلية الطيران، وكان دائما الأول. لهذا كان يعجب به الإخوان الزملاء الضباط اللي قد تخرجوا من الكلية الحربية، مثل محمد مطهر زيد، عبد المغني رحمه الله جميعا، صالح الأشول. فكان أول من الضباط الصغار يعني يضم إلى خلية خاصة، خلية عسكرية قبل أي واحد من زملائه. ورغم ضيق الحالة المادية وعدم وجود المسكن، كان يحيى المتوكل كغيره من أبناء الشعب اليمني يعاني من ضيق وعسر في الحالة المادية، كما كان لا يمتلك مسكناً في مدينة صنعاء التي جاء إليها للدراسة من مدينة شهارة. ومع ذلك أبى إلا أن يكون الأفضل وأن يتميز بصفاته العظيمة حتى عند رفاق دربه. على كل حال هذه الفترة التي جمعتنا، حتى جمعتني به
السكن انتقلت أنا وهو واستأجرنا بيت في صنعاء، بيتين، كان في بيت الذماري، وهذا البيت كان ملتقى تقريبا كل القوى الوطنية وبالذات من المشايخ أو الشخصيات من القبائل، أذكر منهم عبد الولي القيري، محمد أحمد القيري، عبد الوهاب دويد، محمد أحمد الحباري، أحمد الذهب، يعني كثيرين منهم، محمد عبد الله أبو لحوم، يعني كان البيت ملتقى فعلا، ملتقى لكل الأفكار التي كانت تلك الأيام تبحث عن مستقبل جديد وتعيش في أمل كبير الناس كانوا فيه. وانتقلنا بعدها إلى بيت في بيت السراجي في الحرقان، وكان هذا البيت بدل ما كان هذاك ملتقى كان هذا بيت مأوى للطلاب الذين لم يتم قبولهم في المدارس وكانوا يسكنوا، وكان ثالثنا في كل اللقاء في كل المراحل هو محمد الوادعي الشهيد، محمد الوادعي رحمه الله، هو استشهد في بني قيس في الطور. ورابعنا أيضا كان الشهيد عبد اللطيف هادي سالم، لكنه طبعا هو كان ساكن لكن كان دائما يبقى معنا في هذا المجموعة. وكنا نعتبر أيضا في نفس الوقت كفصيلة أو مجموعة كانت مرتبطة عبد الوهاب الحسيني، الشيء بالشيء يذكر، كانت بتجمعنا فيها اللي كانت تجمعنا فيها الوضع السياسي التنظيمي. وفي كلية الطيران التي التحق بها الشهيد يحيى محمد المتوكل التي أغلقها الإمام أحمد بعد عودته من روما، التحق الشهيد المتوكل بالكلية الحربية كي يكمل فيها دراسته العسكرية. حينها كانت علاقته جيدة مع من سبقه من قيادة تنظيم الضباط الأحرار مثل الشهيد علي عبد المغني. ليتخرج البطل يحيى المتوكل ويتم تعيينه في المدفعية في مدرسة السلاح التي أقنع الزعيم حمود الجائف الإمام بفتحها لتدريب الجيش على الأسلحة التي أعطيت من روسيا لليمن، ليشرع مع بقية زملائه في مرحلة الحسم الثوري. وإن كنا أعطينا رتبة ملازم ثاني، وضمنا تم ضم الكلية على مدرسة الأسلحة وتوزعنا، فكان هو نصيبه المدفعية وأنا الإشارة. وكان محبوبا إلى أبعد الحدود عند الأخوة هؤلاء، محمد مطهر زيد وعبد المغني علي عبد المغني وصالح الأشول، وكنت مطلع على كل التحرك الذي كان هو مسؤول عنه.